أهلا وسهلا أهلا وسهلا وهالحضرة اليوم معنا كلنا، ورح أحكيها وبشكركم. نصف بالقبور ميتوا من الحسد والسحر والشعوذة، ما بيقدروا يجوا لعندي على البيت بس بيشوفوني على الطريق. وفي منهم بيحبوا يتغيروا، إذا هني بيحبوا يتغيروا إيه، بس في وحدة شفتها كتير شريرة، ما فيني إلكن شو عم تعمل بالحكام عنا، يعني لو عم بتحيرهم مدري شو تغيرهم، بس عم تعملهم بطريقة أشرس وأجرم. قالت لي عم طلع مصاري، شو عم تصر فيهم؟ وين عم بيروحوا؟ قالت لي ما بعرف، بس فكر وقت بدي أقتل حالي. قلت لها إذا انتحرتي رح تكوني بمطرح عذاب كتير أبدا، لازم تغيري حالك. كل هول اللي عملتيهم شو عملتي؟ صارت عندها ثلاث بنيات، بتعيش من البنيات، تاخذين معك على القبر؟ شو قفتي على القبر كل واحد منكم؟ اعطيتها تقرا، اجت من كم يوم على الطريق، ما فيها تفوت، ما فيني اقف على بيبي ابدا. قالت لي انا احسن شوي بس بفكر اني انتحر. ما حكيتها، حطيت ايدي عليها، غمرتها، هيدا دورهم، ما تضيعوا وقتهم مع هيك ناس، بس ادعي لهم دايما انا معكم ومش منكم. المسيح قالها بيتي بيت الله وجعلته مغارة للصوص. حمل صوت أو حمل سيف أو حمل هيك وحمل. في كتير إخواني بشكركم، منحبك كتير بس ما منسترجي نجي لعندي، بعيطوا علينا بالدير وراه بيت. بتقولي يا أم ختيارة أنا كنت بطلع من الدير وبجي لعندي، لو ما هيك وهيدا شيخ وهيدا هيك وهيدا، بس هلا هيدا بيشتري بيعطيك فرشة بتاكل بتشرب بتنام. هيدا الدين منه constitution وinstitution، منه دستور ومنه مؤسسة. the religiousness of the heart، التدين بالقلب، كل عمل عبادة من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة، أنا جاهدت فيهم 99% كذابين وحرامية ومش منيح وهيك، بس أعطيت من قلبي. هلأ لا، هلأ فتش وين في جماعة، وين فينا نعمل عمل هيك، وين فينا نعمل هيك، بقول له حطوا هون حطوا هون. ما في أمل هلأ بأمة العرب، هونيك بده يجي وقت نحن نروح على الهند على التيبت وعلى نعيش مع هالجماعات، مع بركة الله وغير يلي ما في ميل. هون الحياة، في مول هون، هونيك ما في ميل. ميت تعشر فنجان قهوة، ما بقى في قهوة، هي كلها منا قهوة، شفتوا كيف عم بيعملوها. فإذا انت غير النوايا، وقت بتغير النوايا بتحول السم إلى دسم، تقدر تعملها كلها poison into potion. وعملها واحد اسمه PEP Power Eating Program، بيو يهودي إبراهيمي حنفيين، معلمهم بعد الشمس كان يحكي عن المضغ مضغ 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 مضغ. وابنه قال لي فإذا الإمام علي معلمنا كمان كتابه Power Eating Program، محطوط كل الكتب، أي كتاب بدك إيه فوت على بيت الله أو حط محمد كيلاني أو مريم نور أو هلأ حزب الحمير رح يكون إن شاء الله بإيد ناس يلي يكون احترامي للحمار، ما بيمرض وما بيعرف طبيب ولا شيء، وبيعرف إذا المرأة حبلة مع بنت أو صبي. مثل بالأردن واحد إجا على التلفزيون ومعه حمار، كتير احترمته كتير حكي حلو وقال أنا بدي أعيش معه، هيدا رفيقي. بدنا نرجع نعيش مش بجنينة الحيوانات. قالت له لا جوزة
تاخذني على الزو، قال لها بده يشوفك يجي لعندك. شو هي حيوان؟ شو بحب روح على جنينة الحيوان؟ كلنا هيك، كل واحد منا يرجع يقعد، الكتاب موجود، ما حدا في يمنعك ابدا، كل اللي بدي احكيهم يمكن كلهم موجودين بهيدا الكتاب، بس بالانجليزي. بالانجليزي. What did you teacher do؟ شو عمل معلمك؟ ابدا. What he had done؟ قال له كل اللي قالون انا قريتهم بالكتاب. الكتاب فيه كل شيء، والكتاب بحوي حدي. وقال له كمان انت لازم تقرا، انت بتفهم غير ما انا بفهم. Truth has no language، الحقيقه ما عندها لغه، هي فايض من القلب، من القلب البريء والطاهر. Life is not serious، ما تكون كثير هيك جدي serious. It's a joy، فرح. It's a laughter، ضحكه. تخلي كل شيء بنفكر فيه نعيشه ونختبر. ورح اقول لكم الله بيحب الضحكه، لانه بلا ما يكون في ضحكه كمان هو بحس. مثل مره موسى ماري وشاف واحد عم بيقول يا الله مرتك مثل مرتي ما بتعرف تطبخ، انا بجي بطبخ لها. واذا في عندك امل براسك انا منقي لك اياهم. واذا اصبعك عم بيعقروا الصباط انا احلى دندرجه بعمل لك صباط. وهيك عم قال له مع مين عم تحكي؟ قال له مع الله. قال له الله عنده مراه والله عنده اجر والله عنده. قال له انا لا بقرا ولا بكتب وهيك بحكي لالله. قام علم موسى. يا الله بشكرك كثير. صار يفكر كيف بده يقولون. يجي الوحي لموسى. قال له يا موسى هذا احلى صاحب عندي، من احلى اصحابي، بيحكيني من قلبه. جيت انت خربطته؟ هيك عم تعلم القانون؟ هيك عم تحط الوصايا لا تقتل لا تسرق لا تنهب لا 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 كلنا لا 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 نا 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 عملناها. رجع قال له سامحني اجاني وحي انا اللي بدي اتعلم منك. قال له ايه انا ما عرفت صلي بس انت رحت، رجعت هيك حكايته مثل ما انا بدي. الاطفال يعني اللي ببطنك ما بيفهم؟ الطفل قبل سنتين ما بيفهم؟ سألوا للطفل بتصلي قبل ما بتاكل؟ قال له لا، لانه التيتا طبخه اليوم وطبخاتها اطيب من طبخات امي، ما بصلي. بس فضل امه بقى تطبخ اكيد بده يصلي، ما بحب اكلها تيتا غير شيء. فاذا كل واحد منا يقول كيف هالسحر والشعوذه، ورح اقراها نكته حلوه كثير بتخلي كلنا بنعرف قصه سندريلا. سندريلا قاعدة وحدها وصارت كبيرة بالعمر وهيك، بتجي الساحرة قالت لها هيك عندك ثلاث سؤالات قولي لي شو بدك وانا تحت امرك. قالت لها هيك انا هلا صرت بهالعمر، فيك ترجعيني صبية مثل ما كنت؟ ترب رجعت صبية. عظيم. فيك تعمليني غنية كثير؟ قاعدة على الكرسي انا بب الكرسي صارت من ذهب. قلت لها ليكي بعد عندي طلب، ما هي ولك هيدا لبسين ما حدا غيره بحبني، عيشي انا وياه. فيك تعملي لي اياه هيك رجال حلو كثير، هيك شي امير شي مهم وهيك وهيك، اجمل امير شب وحلو ابو سكسوكه وبدكم اياه وكلها، وعندها المال وعندها الامير ورجعت صبيه وحلوه كثير. اجا لي هالامير. هلا هيك بدك يعني؟ ما انت اللي خصيتينه. حطوا هالحيوانات بهالبيت، انتبهوا بس. You are sorry you made me castrated neutral. كل هالحيوانات، الكلب ما بيفوت على بيتكم. الكلب غير الطواف، انتبهوا. لبسيني إلى باب، هيك طاقة بتفوت. الشمس إلى طاقة. العلم عند الفراعنة. وجا الحبيب وشيل كل هالعلوم وحط علم لا إله إلا الله.
أينما توليت. كنت فتش على الله لأفتش وين منه موجود. نعم يا حبيب قلبي، لحي ما بعرف إذا بدنا نمرق هالصورة إنه قال مين الذكر ومين الأنثى. مهضومين يا أخوتي بيبعتونا. مين الذكر؟ هاي. مين الأنثى؟ يلي بتحط فيها. وهيدي شو اسمها؟ كم وحدة؟ حتى هيك نكت مهضومين الحشاشين. دخيلكم تركوهم. هيدي ها ها. قالت له قالها لين حجبة ليه؟ قال هذا بهذا الزمن. قالت له أنا هلأ بهالوقت راضي الله وخلقه. تحجبت وهيدا. يا حبيب قلبي سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما يفسد أمر القوم يا أمير المؤمنين؟ ثلاثة وثلاثة: وضع الصغير مكان الكبير، وضع الجاهل مكان العالم، وضع التابع في القيادة. فويل لأمة مالها عند بخلائها وسيوفها بيد جبنائها جبين وصغارها هن الأولياء. هلأ هده الحكم. قال بالحرف الواحد حبيب، وقال القرآن، وقال إنجيل يوحنا، رؤيا يوحنا عن هالداعش اللي عم نشوفه. ومنعتذر من داعش، ونعتذر من كل واحد عم بيأذي بهالدنيا. ضحية كمان هو بده يدفع الثمن بسببنا. فإذا ما بدي غير حدا هون، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، فإن في نفسي. لا تقل يا رب هم كبير، ولكن قل يا هم لي رب كبير. اعمل شغلك، اعقل وتوكل. هو اللي خلقني بحبني أكثر من اللي خلفني. حكمة اليوم: لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق. لا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة. يا حبيب قلبي أكيد رب البلاغة قايله، ولكن الله من خلال علي إذا ما في باب ما في مدينة. وبتطلع بتفوت جاهل بتطلع عاقل، بتدخل من هون وبتطلع من هون. ولكن نحن عم نضيع وقتنا بهالسرسرة، هالشاشات كلها هشاشة. إذا ما كانت صبية مدري شو شاشين وشاشين وشاشين وشاشين، بحطها على الفرشة تيجي على الشاشة بتحكي هالشاشة بسببنا. أنا الوحيدة بهالعمر، وإذا صار في غلطة بتكون من المكانات مش من مريم. مكانتنا بشكر هالشباب، ما في غنى، عتيقة وشو ما بدكم، ولكن بيعرفوا يظبطوها، بيعرفوا يشتغلوا فيها، بيعرفوا. الحضرة الوحيدة اللي عم تعملها هي المحطة الوحيدة وهالحضرة الوحيدة. خبرتهم أوباما شخصياً، قال لهم ما حدا بيفهم عربي بس يفحصوا السكري قبل وبعد، بيعملوا في كتير تركوا المستشفيات لأنه بيشوفوها. إنما الأعمال وبالنيات. هلا اكثر من كتاب انجليزي عندي كثير. قلت له لا الدالي لاما، قال لي تلفزيون وكل شيء عندي، وهلا رح ارجع اروح ابونا الهيئه التلفزيون اللي بدك اياه موجود، رح نرجع نحولها الى بيت مش ريزورت يجوا الاغنياء والفقراء. لانه لازم يكون في جماعه، يد الله مع يد الجماعه. حكمه اعجبتني: شجرة وحدة تصنع مليون عود كبريت، ويمكن لعود كبريت واحد أن يحرق مليون شجرة. لذلك لا تدع أمر سلبي واحد يؤثر على الملايين الإيجابيات في حياتك. انتبهوا كلمة سلبي وإيجابي. ليك شو عم نعمل حد علي؟ ليك كيف عم نحرق هالغابات كلها؟ تنبيه حطب كرمال الجيب وتحطهم تحت الجيب، شو عم تعمل؟ هلا بعد دقيقة نحن اثنين بهالتلفزيون، بعد دقيقة وين رايحين؟ هو ورا المكنة وأنا بتطلع فيكم ما بشوف شيء، بشوفكم بهالنقطة النور يلي بهالمكنة.
مثل الطفل بس بده يطلع من رحم أمه. كلكم عم تحكوا من خلالي وأنا عم بسمع من خلالكم. ما نختل بالعقل أبدا، انتبهوا، عنا أمانة، كل واحد منا إجا وجايب أمانة. خلقك الله بعناية وخلقك آية، ولو ما عندي أمانة ما بعتني على هالدنيا. بده يسألني، بده يحاسبني، هيدا العدل. علي بالجنة وأبو مرجم بجهنم، نينا نتحاكم؟ شو عملتي بهالأمانة يا مريم اللي أعطيتك إياها وقلتي نعم ونزلتي؟ لبنان بلد آمن كثير لدرجة بتحط إصبعك بعلبة الكهرباء ما بتكهرب، لأنه صرنا 24 ساعة ما في كهرباء، ما بتعرف أي ساعة بتنقطع بالأنسانسير ومدري وين. وهون شو بنقول؟ الحمد لله. شو ما صار الحمد لله. خبرتكم 20 يوم، هالطفل عمره 20 يوم زحى. قلت بدي أشوف أمه، قالت لحلى ما يموت كبير، خلي يموت صغير. في ثلاث أشياء ما بينعطوا، وشو كانت عم تعمل أمه؟ مانيجير بديجير، كل واحد لون، تحط لهم هيك وهون بريسز وهون. في ثلاث أشياء ما بينعطوا: السيارة، مرتك، والسيارة لمرتك ما تعطيها، ما بيرجعوا، بيتكسروا. قال له إذا أنت أعطيت مرتك وعرتها لواحد أسوأ، ما بترجع على البيت، وضاي هديك. يعني النكتة إلى علم. ما وين راحت؟ يقولوا لي ما تعملي هيك مريم، مدري وين راح الحبيب قلبي. راح سامحوني كلكم. لكل من يظن أن الحياة ظلمته، ما رأيكم بإنسان يموت أبوه وهو في بطن أمه؟ قال له مكتب لي ادخل آمنة، بس طلع راح النور من آمنة، عرفوا صاروا ناطرينه كلهم. وهو في بطن أمه تموت أمه وعمره 6 سنوات. عاش في بيت جده، فيموت جده الحنون وعمره 8 سنوات. بتعرفوا وقت راح أخذته حليم السعدية، قال له جوزة انتبه ما تضربي، في شيء عم بيصير بهالمعزيات، في إشارة، قالت له شفتها. ثم يعيش في بيت عمه، تزوج وعنده عشق لستنا خديجة، عمري بالعمر أكبر منه، وهي غنية كثير وما أخذ منها الهدية، يقبلها الصدقات والزكاة كلها. ثم تموت زوجته ويموت عمه في عام واحد، سميه عام الحزن. مات أولاده الاثنين الذكور جميعهم ولم يتجاوزا 2 سنين من عمرهم. كثير تكفل بأطفال، بنات وصبيان، عمل تكفل فيهم. والنساء اللي تزوجهم مش مثل ما منفكر أبدا، من كل كوكب جيب، مثل عائشة كوكب فينوس، الأطفال كلها تكفل فيها. من ماريا جيب ومات، وقالوا له إذا أنت عم تدعي ما غير لدينا أبدا، الدين معاملة والدين أخلاق، أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. كل بناته بحياته ماتت باستثناء حبيبته فاطمة أم أبيها، لحقته بعد 6 شهور. سر كبير اليوم بأمريكا، وممنوع دخول العرب إلا 3-4 منا بس. كيف قدر عمل إسراء ومعراج، وكيف اختارها ونقيها؟ بكتاب اللي هيدا معي بتشوفوه هالسر هون. كيف قنت مثل ما بدك، تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. نحن بشو بالنا؟ كل واحد حامل الموبايل هلا، أنا بس شو حدا حامل الموبايل بشوفه مكنة آلة، ما في تجاوب بيني وبينه. عيّم خليل أبو الشوارب كان يشحطهم. هيدي حضرة، هيدي منا مكنة تقعد تلعب فيها. بدق لي قلبي بنصدم.
ما حدا تجاوبت أنا وياه هيك أبداً. انتبهوا، هيدي أحلى حضرة عم تنعمل هالشباب كلهم، بس ما تعدوا لي ورا هاي. ما في أمل، لا تندهي، ما في أمل يا مريم بأمة العرب، شيلون كلهم، لأنه قال محمد، قالوا له حجر الكعبة، قال لهم عم تحفروه، منلبسها ب30 مليار كل سنة للحجر، نشوف الجوع عند البشر. انقتل عمو حمزة، شو صار؟ أكلت له كبده، قالت له نبي وحقود، اعتذر منها يا حبيبي يا محمد. انطرد من الطائف ولحقوا الغلمان، بس صاروا يسبوه ويرموه بالحجارة، عفي عنهم. بغزوة أحد كسروا سنانه وجرحوه، وهالدم من وجهه من إجريه، مين كان معه؟ أويس القرني، جنيك أعطى البردة إلى أويس، مش لعلي ومش لعلي. قالوا له مين أخوتك يا محمد؟ قال لهم اللي حبوني وما شافوني. نعم، سجد فوضعوا على رأسه أحشاء الإبل والدماء وهو ساجد، فظل ساجدا ولم يرفع رأسه، عفى عنه. أخذوا رداءه وشدوه على عنقه حتى كاد أن يختنق، عفى عنهم. وضعوا الشوك والقاذورات في طريقه ثم عفى عنهم. ودخل الحديد في وجهه وسم والسحر، وطرد من مدينته، عفى عنهم. فات لعند اليهودية، قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت نبي الله، شو عرفك؟ قالت له حاطة سم بالشم. قال لما تركت أخوتي ياكلوا، ومين؟ أبو بكر، ومين؟ جعفر، تيخلص نفس، يكب له زبالة كل يوم كل يوم على بيته، يومين ثلاثة ما في زبالة، دق الباب قال له جاي أنت لعندي وأنا مريض، ما عم فيني أكب لك نفاية. قال له كل نفاية إيه؟ أنت بتحبني؟ لو ما بتحبني عم بتحكيني فيها يعني؟ شو هالأخلاق؟ أمريكا كلها، أوروبا، وين ما كان يلي في أهل الذكر، أهل الصوفية، عم بيحكوا عن هالحضرة. شو يعني محمد أحمد؟ صار محمد فعله، اسمه، صفة، وأخلاقه، وسر كبير. ثم بعد هذا يقول الليل كله حتى تفطر قدماه، لماذا يا رسول الله كل الليل بتقوم وبتصلي وبتدعي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ قليلة بكتاب اللي هيدا حطته إيميل مي، في كلمة تانك تي ان كا يعني دبابة، وفي تانك تي اش يعني شكر. شو بدي، الشكر او الدبابة؟ وقت المرأة الاسكندر قال له لديوجين انت شحاد، انا ملك. قال له بس نوصل على البيت بنعرف مين الشحاد مين الملك. قال له بس انا بدي احتل الارض كلها. قال له بتموت قبل ما تشوف على الهند، وبتموت قبل ما تشوف امك. لا عنده شيء هالزلم. قال له انا كان معي كاسة، لقيت الكلب بيشرب بلا كاسة كبيتها. قبل ما مات الاسكندر شو قال؟ خلوا لي ايدي برات تبوت، كبوا كل مصرياتي، خلت تلمون الناس، وشوفوا كل هالاطباء ما حدا قدر يشفيني. طبيب بده يشفيك وعم ترمي مصرياتك للناس تنخ تلمون؟ هذا مال القوم، نحن قوم لناكل حتى نجوع. شو عم نعمل بمال القوم؟ رجل الاعمال، قديش عم نصرف على هالاعلام؟ شو عم بيعمل هالاعلام؟ بأي محطة بتسترجوا تاخذوا مريم؟ دولار بالسنة يدفعوا. وأنا بجي صدقة تسترجوا؟ ما حدا، كلنا بدنا رضا. نعم، عزرائيل، الدرهم والدولار والدينار. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يا حبيب قلبي، ما أنا إلا بشر مثلكم يا حبيبي، خادمي عبيبك، ويا ريت خادمة وبعيدة. صلوا على من يشتاق إلينا وهو لم يرانا، صلوا على من يقول أمتي أمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. مش أنا عارفة، الله والملائكة وكلها بدعاء الطائف ما حدا كان أرحم من هيك.
صار حي قيوم مع حي قيوم. ميتشيكوشي بيعمل حضرة محمدية، وأنا آخر شيء بقعد على الأرض أو على الباب، بس تجي الحضرة نور ساطع ما بقدر ضاين أبداً، بهروب. ومرة كان معنا ناس من السعودية، تلفنت لبي قال لها حقيقة، وهو قال أنا كذبت عمرتي، قلت له رايح أتعلم. هاشم العلوي بشكرك يا حبيبي أنت وأختك وكلكم. هديل عمر خليفتي، تركت الطب وقالت لهم هيدا كذب، ما حدا بيعرف وني. وجوا ناس من برا من هون ومن هون تيشوفوا مطرح ما خلقت بدوما. قلت له ما في حدا فينا نعمل شيء هلا بأمة العرب أبدا، عم نفتش على إنسان حاملة قنديلة، إذا بلاقي إنسان منصير شي كم إنسان بلبنان، المال متوفر، كون أنت نور من نور.